بالنسبه اللي بغى يجي لعندك يعني العنوان ديال المكان ديال شارع عبد الله الاقامه الوطنيه دونك هنايا بلوس تعرفوا دكتور الفيلال الانصاري راه معايا في ليمبل دونك انا في سانكيام ايطاج الفيلال اللي كنا متبعين مع بالنسبه فوالا هو في ايطاج انا في الايطاج الخامس دونك مرحبا بهم اللي بغى استشاره مرحبا به في التليفون يجي مرحبا بكم ما كاين حتى مشكل داكوغ نخلي الناس الرقم ديال التليفون ديالك والبلاصه فين جيتي وشكرا لك بزاف هذه الانفورماسيون اللي عطيتينا شكرا مرحبا شكرا. ان شاء الله اسامه جبتو اليوم عند واحد الطبيبه هنايا في مدينه مكناس زينب الحارث تبارك الله عليها اورطوفونيست هكا مع الدري الصغار كتعاونهم لقاش شفتو اسامه مؤخرا ولا كي يعني كيتلعثم بزاف ولا حتى النطق ديالو شويه داير داكشي باش اليوم راه غيبدلو من المدرسه باش نجيبو اليوم عند الدكتور ان شاء الله تبارك الله في المستوى اليوم بغيت نشاركها معكم ان شاء الله تشوفوا النصائح اللي تعطيكم ونخليكم معنا اختي تحياتي لكم هذا هو الكابيني سلام خير من الطبيبة يا الله بسم الله تبارك الله واش دا أسامة؟ أسامة راه فرحان واش الحصة؟ عجبو الحال دابا دخل دغيا الولد عجبو زوينة الطبيبة زوينة زوينة نجيو ندخلو صافي جيتي تقول واش غير تهضر معايا غير تهضر معايا غير تهضر تخاف الشوك داكشي ما تخافش غير تهضر معاك غير تهضر معاك ما تخافش يلا يلا ترجل معنا ودخل يلا يلا زيد أسامة بسم الله السلام عليكم السلام عليكم كيزيني الجلسه مرحبا 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 ونخلي معكم دابا اختي زين ان شاء الله تقدم راسها وتقدم لك كابين ديالها ان شاء الله وتشوف الاسئله كامله غادي تطرح معايا على حساب اسامه يعني كل ود نمشي كلشي بحال بحال يعني كل واحد يكون له الحاله ديالو انا نتهضر معكم بالنسبه لحاله اسامه ونعطيكم كاع الانفورماسيون جينيرال باش حتى الناس يعرفوا وغنخليكم لا كارت فيزيت ديالها النمره ديالها ان شاء الله اللي بغات توصل مع اختي زينب في مدينه مكناس مدينه مكناس في حمريه انا وايوب صراحه الله راه كنا طابينها في جي بي اس جينا دوي بارازر في طابيت في جوجل كاين وقيله شي خمسه ديال الزوطوفونيست مكناس اللي كاينين لا اوني 3 داب غير ثلاثه وجينا عندها يعني جينا نيشان ما نقولوا لك ما قالناش شي حماس قالنا لازم شي حاجه جينا صراحه الله يعمرها دار ماشي صافي صراحه الحمد لله يعني الدم ديالنا ما خابش يعني كانت انسان في المستوى تبارك الله عليها وكتعطيك الخطر تهضر معاك وتشوف الحاله ديالك وهذا الشيء كامل نخلي اختي زينب تقدموا شكرا لكم اخوتي السلام عليكم زينب الحريف اخصائيه في تقويم النطق والكلام دونك انا تنشوف تو جونغ الوليدات الناس الكبار في مستوى الاعمار كاملين دونك جينيرالمون كنشوف بلوس الوليدات دونك الوليدات في لاج ديال اسامه بيان سور وصغار وكبار دونك كاملين دونك دابا ان شاء الله غنفتتحوا هذا الشيء بان انامنيز دونك غادي نسولك شي اسئله اللي غادي تقولي لي بالضبط الحاله ديال اسامه دونك وداك الساعه من هاد المعلومات من هاد لي زانفورماسيون غادي نشوفوا واش كاين شي تلعثوم واش كاين تاخر في النطق وبيان سور والاسباب باش جا هاد التلعثوم وكل شيء وداك الساعه غادي ندخلوا باش ندير له اون سيونس دوبسيرفاسيون ديال الملاحظه دونك غنشوفوا كيفاش لو كومبورتمون ديالو السلوك ديالو كيفاش تيهضر دونك غادي نشوفوا بيان سور التشخيص كامل حيت في الاول كنديروا لا نامنيز عندي بيان سور دونك كنديروا التشخيص بيان سور ومن بعد عاد تنقدو ندوزو للتقويم لان في الاول ضروري من التشخيص ديال الحاله باش نعرفوا الطفل شنو عنده بالضبط كنسال المشكل منين جا لوريجين ديالو عاد ديك الساعه كنقدو ندوزو للتقويم ديال النطق فوالا دونك مرحبا نبداو دونك الاسم اسامه ياك اسامه مختار داكو واش ديالك مرحبا به مرحبا باسامه تاريخ الميلاد ديالو عافاك 25 07 2018 داكو دونك قلتي لي تيتبلوكا في الهضره ياك هو ممنوع اسامه دابا كيقول كيهضر معاك بحال دابا كجمله ما يقولكش جمله كامله وحتى الا كيهضر داك تبقى يدي بحال هكا وما عرفت علاش وحتى في المدرسه وصلت قالت لي باش بحال هكا يقرا جمله في المدرسه بقى دابا راه ديال الكوم ضروري خصك قالت لك حنا في هذا العام هذا خصو يتعلم يقرا جمله ولا كلمه تيقول لي غير ملخص ديال جمله بحال بغيت نخرج نمشي نلعب مع الدراري نلعب مع الدراري نلعب مع الدراري بحال هكا تقلب على اقرب كيقرا بما تلخص هنا تنهضروا
على دو باثولوجي ديفيرون كنهضروا على التمع تاعهم اللي هو البلوكاج دونك غنقلبوا على السبب ديالو منين جا لوريجين وبيان سور الا قلتي لي بانه كيحاول يوصف شنو دار غير بكلمه ولا بجوج هنا كنهضروا على التاخر في النطق اللي غادي نقضوا بعدا نكونفيرميوه من لو بيلون ان شاء الله اللي غنديروا دونك غنزيدو نسولكم بيان سور دونك واخا دونك قلتي لي جيتو طابيتو السميه ديالي ما عرفتكم حتى شي حاجه ما والو واخا نمشيو بيتا تعرفوا الله يسخر الله يسخر الله يجيب الله يجيب ان شاء الله باذن الله دونك نتوما ماشي نفس العائله لا دونك فاش حليتي باسامه كنتي باغا تحلي عادي ما كنتش مشكل واخا كي دازت الحماله ديالك عادي صراحه بالنسبه للحم عادي لا حتى شي مشكل كلشي عادي حتى كنشوف حاجه تنبغيها يعني داز بخير قلت نورمال كنتي متبعه على الجينيكولوج ديالك تري بخير دونك ولتي في الوقت ديالو ولا تعطل ما قبل من الوقت ما والو دونك الوقت ديالو تري بيان دخلتي في لو تيرم ديالك واخا دونك شحال الوزن ديالو عافاك فاش تولدو اسامه كان وزن عادي ما نقولش نورمال ثلاثة ونص سي لا نورمال فوالا غوت فاش تولد ولا غوت ما تزاد لا زرق لا حتى حاجة لا ما حاجة ردعتيه ردعتو دونك ردعتي رضاعة طبيعية ولا ميكس طبيعية 100% برافو عليك شحال الوقت عامين قل شي شهر واقيلا تبارك الله تبارك الله سي تري بيان سي تري بيان دابا ولات 5 سنين برافو بالنسبه للكلاس الخوف المشي واش تعطل ولا كان كلشي نورمال لا المشي صراحه ما مشى وبالنسبه الهضره تعطل فيها الهضره كان عندها مشكل صراحه المشي مشى في الوقت ياك ولي كوش حيدو 3 سنين دابا نحيدهم لا في لا في النهار واخا دونك بالنسبه للماكله تاكل بوحدو ولا مازال بوحدو بس حتى اللباس تيبغي يلبس بوحدو هو كيعتمد على راسو بزاف خليه فوالا سي امبورطون باش انا وليت في هاد السن يعتمد على راسو دونك حتى الا بغى يختار شي حاجه يعني من راسو يعني يلبسها راه تما فين كتربى الشخصيه ديال الطفل هو الصحراء كيبغي يختار جيده فوالا سي امبورطون بيان سور يمكن لك تعاونيه تقولي له لا ولدي هكا ما تصلحش لان كاين الطفل اللي كيقدر يختار شي حاجه ديال الصيف وهو حنا في فصل الشتاء وعاوتاني لو كونكريت دونك حاولي انت تعاونيه ترشديه ولكن مزيان تربى الشخصيه ولا تكون في هذا السن هذا ديال اسامه دونك سي تري بيان خليه يعتمد على راسو دونك الهضره اللي تعطل فيها هي الهضره عندي مشكل دونك تعطل واخا واخا دونك عايشين اون فامي ياك العائله كلها تبارك الله واخا تتهضروا بالدارجه ولا ما كاينش شي حا ولا شي لغه وحده اخرى دونك الدارجه نيشان باسكو مزيان هاد النقطه نهضروا عليها لان مالوغوزمون دابا عندنا اللغات بزاف كي ديجا حنا لغتنا الدارجه فيها كلمه بالعربيه كلمه بالفرنسيه دونك كلمه بشي حاجه اخرى دونك فاش كيتلاقاو اللغات فاش كيكون هي دو لونغ يعني كنسميوه لو بيلانغويزم شنقول لك فريمون الطفل كاين الطفل اللي كيستعجب باللغات وكاين بزاف الاطفال نسبه كبيره الاطفال اللي فاش كتكثر عليهم اللغات تيدوخوا وكيبقاو كيبقاو شادين تلقاو فوالا واحدين فريمون دونك انا تنقترح الطفل بحال دابا نهضروا معاه بلا لونغ ماتيرنيل الدارجه ديالنا من بعد بيان سور غادي نهضروا معاه بالفرنسيه بيان سور كلمات هكا ولا ياخذوا من ليكول بحال دابا انا جو سوي كونتر انه نعطيوه بحال دابا الشلحه ولا نعطيوه لونغلي ولا نعطيوه شي لغه اللي ما غيخرج الزنقه ما غاديش يلقاها اكزاكتو مازال كنا في شي بلاصه اللي غيلقى داك اللغه ماشي مشكل هي باش نبداو ولكن فيو كو غيخرج غيلقى الدارجه خصو يتعلم الدارجه بيان سور اللغه ديال الام فوالا دونك هذا من جهه دونك بالنسبه اللي غنهضروا واحد النقطه مهمه تيشيروا ليها اللي هي التليفون ولا التلفازه واش شافهم شحال كان ستين كان مبلي بهم شحال ستين اقل من اللي كان عامين وقيله كاع هو كيتفرج لا لقاش كان بوحدو وكنت حدا دابا كنشغل الدار ولا هذا كنخليه قدام التلفازه ولا التليفون كان مره ولكن التلفازه بزاف كان تيجلس قدام التلفازه ديك الساعات
تجلس كنجربها حتى في الماكله ديالي في التلفازه ماشي مشكل. اوكي وعارفين الاضرار ديال التلفازه وديال الكوزعاره صراحه ضويني صراحه باش تدخل ام بوحدها ولي مزيانه دكتوره تقولي الاضرار ديال هذا الشيء هذا باش حتى الناس تعرف. شوف دابا حاليا لي زيت تيقولوا بان من صفر سنوات الثلاثة الطفل ما خصوش كاع يتاكسبوزا التلفازة وما يتاكسبوزاش لي زيكرون كامل بما فيهم التلفازة تليفون تابلت البلاي بون توسيي تكنولوجي نحيدو الله يعطيك الصبر لان شوف التاخر في النطق ديجا في حد ذاته كيجي من هاد المشاكل. دونك كاينين دي سين وحدة اخرين بيان سور بحال دابا فاش كتلقاي الطفل كيقول لك بحال دابا انا ولدي يهضر ولكن مالوغوزمون باش يمشي يقرا كيكون عنده تشتت التركيز ولا الانتباه دونك يلعب في المدرسه فوالا دونك لو تروبل اتونسيونيل تيجي من هاد التلفازه ومن هاد لو بورطابل. خصنا نعرفوا الاضرار ديال التلفازه ولو بورطابل باش ما نحطوش وليداتنا قدام الخطر. بون خصنا نتعذبوا معاهم من صفر حتى لثلاث سنين. ثلاث سنين ديال سوق كيولي توجور هادشي بالوقت 30 دقيقه في النهار با بلوس وما كنهضرش على البورطابل باسكو البورطابل انا تنشير ليها دابا ماشي شي حاجه كتكونتروليها يعني البورطابل فيه لا كونيكس الواي فاي دونك فاش يكون الواي فاي اوتوماتيكمون ما تشوفيش ولدك شنو تيشوف وشنو ما تيشوفش فوالا بوتيتر يمشي شي حاجه كبيره عليه بوتيتر يمشي شي حاجه اللي ما صالحاش ليه دونك تيصدق الطفل تيشوف شي حاجه اللي ماشي في السن ديالو تصدقوا في مشاكل وحده اخرين. مازال التلفازه غديري بحال دابا فاش دير 3 3 سنين الطفل وكتبغي تحطي قدام التلفازه كديري له بحال دابا اون شين لي كارتون ولا شي حاجه حيت فوالا رسوم كديريها وتقطعي لا تيلي كوموند تتخلي تيشوفها 30 دقيقه لا ما يتحكمش بيان سور لان التلفازه فيها هذا الشيء افلام بيبيغ افلام مغربيه اللي ما خصهمش يشوفهم دونك ماشي فوالا بيان سور ان ما خصوش يتعلم ان الافلام المغربيه بيان سور حتى هما فيهم شي حوايج اللي ما خصهمش يشوفوهم دونك فوالا بيان سور تيكون المراقبه المستمره خصها ماشي المراقبه لان مالوغوزمون لي بارون في هذا الوقت كيعانيو مع وليداتهم اللي بسبب هذا الخطا اللي كيدار اللي نشوف كتلقى شحال واحد ماشي في لو دومين ما كيعرفش ديجا المخاطر ولا الاخطار ديال التليفون وديال التلفازه. صحيح شحال واحد بالنسبه لي انا شحال واحد كيستهدي هو غير التلفازه شي كاش كيتفرج التلفازه وهي كتشوف الولد داير هكا في التلفازه كيشوف ما عرفش كتحسي بدماغه مبلوكي ما تيفكرش كيشوف هكا مورا بصح كنحطو في التلفازه يبقى داير هكا في دروسه مبلوكي مالوغوزمون شحال من ام كتجي كتقول لي راه منين تولد وكنحطو بحال دابا في لابالونسواغ ولا شي حاجه وكنخليه شتي شنو تيوقع لي غيون ديال التلفازه مع الخلايا ديال المخ تيبقاو يموتوا شويه بشويه حتى داك الطفل كيولي ما كيبغيش يندمج عايش في لاكوكي ديالو في القوقعه ديالو ما تيبغيش يطلع للعالم الخارجي حيت باغا تجي عند شي واحد غادي يبقى شاد غير ديك غنتي تي اولا غادي يمشي لان كوان وغادي يبقى جالس هكا بوحدو وتجي بحال دابا المعلمه ديفا كتقول لك راه الوليد ما كيلعبش مع الدراري اولا ما كيندمجش مع الدراري الناس سي بون الا فريمون عاش في داك القوقعه ديالي خصنا داك الساعه باش نخرجوه من القوقعه ما هي وما لا هو دونك مالوغوزمون الواحد يتعذب شويه وداك الساعه من بعد هي داك الساعه غياخذ راحته بيان سور لعاب تعليميه لي جو ادوكاتيف فوالا ديالو الشيء اللي الذكاء كان احسن انه يخرج ويلعب وكاع احسن كاريم لانه يخرج ويلعب يمكن لك حدا تحددي له وقت في السبت ولحد دير ان بارك ولا دير شي جريده ويلعب مع الدراري ويندمج معاهم باغ كونتخ داك اللعب التعليميه انا بالنسبه لي مهم جدا في هاد السن مهمه لان باش تنمي الذكاء ديال الطفل اكزاكتومون تيتعلم بلوتو يميز ما بين الالوان ما بين الخضر ما بين الصفر ما بين الاحمر ما بين الالوان كاملين يميز بحال في الاشكال فوالا ما بين المربع المثلث الدائره يميز ما بين بحال دابا في الترتيب ما بين الكبير والصغير والصغير والكبير هادشي كله راه ماشي كان دابا شي تقرا لان هادشي كله خصو لان ما خصناش نعتمدو غير على
لا كريش ولا ليكول لان التعليم كيتركش في الدار اكزاكتو سي امبورطون. عاوتاني في الدار هو جالس حدانا الطفل ديالنا شنو هادي شنو هادي هادي فرشيطه دي موس هذا شرجم هادي باب باش نعطيوه الرصيد اللغوي نميو يجمع الى جمع الرصيد اللغوي اوتوماتيكمون الجمله غادي تكون سهله والاسلوب غيكون سلس وسهل وما فيش المشاكل كاع. انا هذا المشكل في حافي انا ما فيش هضره بزاف باش نجلس هكا مع الضغط يقولوا لهم هو الكاس كاع هذاك هكا انا ما فيش عطيت الخطا وراه كما قالت الدكتوره راه تيقول العكس يسولك تقول لك الخطر هذاك راه كاس وهذاك انا مع الله يحسن العوان كل واحد ولكن نعطيو شويه ديال الخطر اللي داتنا هي باش ما نطيحوش في هذا لو بروبليم. والله الا كما قالت الدكتوره شحال هذا الشيء راه ما خصناش نستهنوا به يعني كتقول لا النصائح وراه النصائح راه هما اللي تيربيو جيل راه النصائح راه ما كيربيو شحال من واحد تيطلعوا تبارك الله شحال من دكتور شحال من استاذ يعني هي بهذا الخطا اخطاء اللي كنديروا اي وشحال من مجرم شحال من مجرم كتلقى عندو فين كيرجع كيرجع ديما الصغر ديالو شنو كان كيدير ديما كيرجع الصغر شنو كنتي فين عشتي مع من عشتي شنو شتي يعني دايما داكشي اللي درت الصغار تيعقل كينعكس تينعكس الكبار. وبالنسبه للدكتوره باش يعرفوا الناس مثلا ان الولد ديالو عنده تاخر في النطق شوف اول حاجه اللي غادي نقدو نديروها في عامين خصو يكون عنده رصيد لغوي ديال 60 كلمه بون ميم بين 60 هي لا نورمال يعني الا كانت 30 وغادي كيديفلوبي راه مزيان. حسيتي بان داك الوليد ما كيهضرش كاع بحال باش كتعيط له ما تيستجبش ليك ما تيدورش ليك تيدورش ليك فوالا راه كاين حتى هاد لو بوينتاج الاشاره ما كاينش كاين الطفل اللي تيجر كاريمون الام ديالو وتيجرها باش جبدو بحال دابا الكاس الماء ما تيسمعش لا مشي تسمع تيجر ما يقدرش يقول راه عطيني بغيت الكاس كيشرب كاين هاد كاين اوفيك كاين دو بيس كاين تاخر في النطق اللي عادي اللي تيكون تاخر في النطق عادي بسبب الوراثه بسبب من الاسباب كاين تاخر في النطق اللي يقدر ناتج على انه ما كيسمعش ضعف في السمع ولا ماما ما كتكتشفش داكشي ولا هاد القضيه بزاف يقول لك كتكون واحد لو فران دونك داك لو فران دو لونغ ما تيربطش الهضره دونك ما عندوش علاقه بانه يربطنا لو لونغاج ولا الهضره ولا اللغه دونك هذاك لو فران دو لونغ يمكن لي يحبسنا حروف من بين الحروف ما بينهم بحال دابا الراء حرف الراء لان اللسان ديالنا في حرف الراء فيه لي فيبراسيون كيطلع وكيهبط وفاش يكون اللسان مربوط داك لو فران داك الصليب ما تيطلع ما تيهبط فوالا حبه يقدر يقول لك الله الله ولا لا كاريمون لان لسان تيكون بحال قلتي محبوس مشدود دونك يعني داك لو فران ما تيحبسناش اللغه اولا النطق ما كيحبسوش كاريمون لا با دو تو باغ كونتخ كاينه لا بيست ديال انه الوليد يكون ما تيسمعش وهذه انا كنسطر عليها فريمون جو سولين على انه ما كيسمعش لان اون فوا الوليد ما يهضرش خصنا نعرفوا علاش ما كيهضرش اما ما كيسمعش اما عنده فواحد الله يحفظ علامات من علامات التوحد اولا التوحد تولد بالتوحد كاريمون كنكذب بيه بيان سور بيان سور. بالنسبه لهذا العلاج هذا يعني واش ضروري كيخص الطفل ان يتبع معك مثلا ولا وديتي الا ما جاش يقدر يهضر من بعد ولا يقدر يلقى عليه شي مشكل من بعد ما يعاودش يهضر ولا يبقى عنده التلعثوم ولا شوف هذا السؤال في محله انا كنقول بان العلاج ضروري ومهم وغادي نعطي علاش مهم بيان سور هي سي فري شحال هادي في العائلات ديالنا كانوا الناس تيقول لك انا ولدي تعطلت لخمس سنين ولا ثلاث سنين ولكن هضر ولكن هضر دونك مزيان هاد النقطه نشوفها عندنا واحد السيده في العائله من ثلاث سنين تقريبا عاد هضرات ولكن ملي هضرات وباش تسكت شتي سي تري بيان ولكن ما نطلقوش من هذا المبدا في هذا الوقت ديالنا باسكو شحال هادي كانوا العائلات كبار عايشين في دار وحده كلشي كيهضر التلفازه الا لقيتي راه لقيت التلفازه وحده كدور في الدار التليفون ما كانش دونك شنو كان الحوار وكان التواصل دونك فاش يكون الحوار وكيكون التواصل اوتوماتيكمون داك الولد بيان سور ما كانش عنده شي حاجه عضويه ما كنهضروش عليه الا عنده شي حاجه عضويه ما عندوش حاجه عضويه بيان سور ما يهضرش الا عنده شي حاجه بحال ضعف في السمع ولا شي حاجه الاعاقه ولا شي حاجه بيان سور ما غاديش يهضر ما غاديش شي شويه يهضر سي سور ولكن الا ما عنده والو تعطل في النطق بيان سور مع العائله غادي يهضر غادي يهضر مالوغوزمون فوقتنا دابا ما كاينش هذا من سبع المستحيلات انه يهضر علاش لان حنا حتى كنشدو التليفونات
تلقاي راسك الى بناتنا ما تنهضروش فوالا الراجل شاد التليفون فقنت المراه فقنت شاد التليفون اولا المراه في الكوزينه والراجل فقنت شوف هادشي اللي جاري حتى الواقع كتلقاي العائله ديجا ما بقيناش تنولدوا ثلاثه واربعه وخمسه ما كاينش داكشي دابا الا طرتي جوج فوالا كتلقاي لا طرتي فريمون جوج وتادك الجوج كتلقاي بينهم لي كار بزاف يعني بحال دابا كانت الوليد كبير تلقايه في بيته بيان سور بوحدو داك الوليد عاوتاني صغير بوحدو دونك اوتوماتيكمون داك الطفل ما كيتعطل الا تعطل في النطق راه فريمون خصنا نشوفو له العلاج ونشوفو فوالا ونشوفو مناش ديجا لو بروبليم جاي نعرفو واش هو هي تاخر في النطق عادي ولا ناتج على الاستعمال المفرط للشاشات اولا بيان سور لو بورطابل لان هادشي تيضر فريمون لي زونفون نعاود نشير ليها كيضرب لي زونفون وكتلقاي شحال من وليد جاي عندي هنايا كاريمون الكابيني وشاد لا طابليت في يدو طفل عنده 3 سنين ولا 4 سنين ولا 5 سنين شاد لا طابليت جايبه ماماه بلا طابليت في يدو جايبه بالمرض نيت داكشي اللي مرضو اول حاجه تنقولها حيدي عافاك داك لا طابليت و تنهضر على لي زيكرون تنشير ليهم كاين الصراحه كاين 50% ديال لي بارون اللي كيقول لك زعما صافي انا غنحيدهم انا مستعد نحيدهم لانني ضريت ولدي وكاين 50% اللي تيقول لك انا ما عنديش كي ندير الله يحسن العوان خدام ما عرفتش ما تعرف ما عندي فريمون ما عنديش كي ندير دونك نرجعوا للنقطه ديالنا دونك العلاج مهم بزاف نعرفوا بعدا غير التشخيص ديال نديرو التشخيص شنو كاين الا خصو بحال دابا طبيب نفساني تمشيو له بيان سور حتى هو باش نعرفوا واش كاين توحد خصو بحال دابا الا حسينا بالسمع ماشي هو هذاك كاين شي ضعف في السمع كنمشيو للطبيب ديال الحنجره والانف باش كيقيس له السمع ديالو ويدير له لو بي او ا نشوفوا واش غادي يكون ضعف في السمع لان مزيان هضرت على هذه النقطه لان السمع راه شان نقول لك راه صعيب ديتيكتي واش ولدك تيسمع ولا ما كيسمعش راه كاين الطفل اللي كيسمع 100% بالودن الاسريه مثلا واللي من ينقصها شويه هو تيكبر ويا تنقص السمع ديالو وما كنعرفوش ما كتردش البال يعني فاش تعيطي له كيمشي عند الودن الاسريه كيمشيش باليمنيه وفاش كتقولي له شي هضره ديما تلاحظي بانه كيبقى يدور من اليسار دونك هنا خصنا فريمون الوحيد اللي يقدر يديتيكتي بانه كاين مشكل وهو الوغيل طبيب الحنجره والانف والاذن بيان سور بالنسبه للاستاذه لهذا التشخيص اللي كديري انت يعني مور ما كتشخصي الحاله كتعرفي واش يعني يقدر يكون مريض بالتوحد ولا يقدر يكون ما كيسمعش مزيان يعني انت كتولي توجهي ولا اونفيت هو نورمالمون الطبيب النفساني هو اللي كيوجه لينا اولا الطبيب ديال الاذن والحنجره والانف هو اللي كيوجه لينا اون بروميير دوغري اولا لو بيدياتر طبيب الاطفال دونك هادو ثلاثه ديال الناس يقدروا يوجهوا لينا لي كا ديال لي ريسارت لونغاج ديال الدراري الصغار سينو حد بلاش شي واحد يعني بغا يعرف ولدو علاش تعطل في النطق ولا شي حاجه كنستقبلو حسيت بانه تاخر في النطق عادي كنخليه كنديرو لي سيونس ديالو الحصص ديالو حسيت بانه كاين خصو علاش يشوف الطبيب ديال الاذن والحنجره او الانف او لا طبيب نفساني الدراري الصغار راه تنمشي عاوتاني تنصيفطهم دونك كنوجههم بيان سور حيت لوريونطاسيون الي اوبليغاتوار في هذا لو بوين هذا وتنصح الناس باش فريمون الا تعطلوا في الهضره داروا عامين وحسيتوا بانه ما كتعيط له ما كيدورش ليك ولا سيروا عند الطبيب عرفوا شنو كاين اون كونسلطاسيون عرفوا شنو كاين بغيتو تمشيو عند اورتوفونيست سيروا عنده بيان سور حتى هو انا كندير استشارات غراتويتمون دونك استشاره عاديه غراتويتمون ما كاينش اشكال تشخيص بيان سور راه بوحدو مي الاستشاره كنستقبل الناس سوفون زعما دونك مرحبا بهم غير زعما اللي غنصح بلوتو الناس هو انه ما يغفلوش على وليداتهم بصح هذاك الترابط الاسره هو كيعرف ما يغفلوش عليهم باسكو الطفل كتلقاي تا دار 6 سنين عاد تعرف واش عنده تاخر في النطق ولا لا فاش كيدير 6 سنين وعاد كتنوضي تعالجيه راه كيتلاقى له مع مشكل في القرايه ديالو كيولي هو في القرايه دونك فاش كتدخلوا بحال دابا التحضيري السي بي كتقول لك المعلمه راه ما كيستاجبليش وما كي الا برون با كتقولها لك توكور كتقول لك الا برون با دونك هاد الطفل خصنا نعرفوا علاش الا برون با حيت عنده داك التاخر في النطق دونك فهمتي شنو بغيت نقول لك دونك داك التاخر في النطق خصنا
عايشوا قبل ما يوصل للاج اللي هو خصو يقرا يعني لابرونتيساج. شوف اسامه انا بوغ موا انت جايه بلوس يمكن على لو بلوكاج اللي عنده. البلوكاج اللي عنده حتى اش كتل الخوف. الخوف سي فري ما كانش الناس بوحدو في البيت ما تيقدش ورا سجينه سدايا انا ما كانتش شي تيخلعوه في صغرو. لا هو راه شكيت انا نخش في واحد الفيرما عندها توصيل اش كان ديما ماشي في الحنش باش في الحصه فين هو داك تخلعوا مؤخرا عرفتي كانت جات عافيه في الناس عرفتي شفت عافيه تيغوت ويبكي بطريقه هنا كان ان شوك بحال هكا دونك هذاك الشوك هذاك الشوك هو اللي ولد له لو بلوكاج. لا ولا قبل لا واحد النهار كان شاف الحنش مع الوالده ومن تما بقى كيتلعتم هي فين فوالا ودابا تنقلبوا على الاسباب دونك حيت يقدر يكون سبب وراثي العامل الوراثه دونك الناس اللي تلعتهم تيقدر يكون سبب الوراثه يقدر تيقدر يكون بحال دابا الطفل ديالي حيتو اون ايكول كانت كتعجبو مع صحابو ولا مشي دار مشي بلاصه شي بلاصه دونك لو ديميناجمون كتصوا في ليكول ولا في الدار هو تيأثر بيان سور بيان سور لو ديفورس ديال لي بارون طلاق ديال الاباء تاثر بيان سور. وحاجه اخرى اللي غنشير عليها بلوس وهو لو كوبل ولا الزوج والزوجه فاش كيبداو يتخاصموا لي دابزو قدام وليداتهم في هذا الاج زعما كنشير ليها بيان سور المشاكل كاينين في كل دار ولكن يحلوهم بيناتهم ماشي قدام وليداتهم باسكو هذا سبب من الاسباب ولا عامل من العوامل ان الطفل يبدا يتلعثم وما خصناش خصنا نيفيتيو الاسباب فريمون. اولا حاجه اخرى هو فاش كيتوفى الله يحفظ الجد ولا الجده ولا شي حد قريب ليه اتاشي ليه النفسيه كتاثر دونك يقدر داك الوليد يتلعثم ومالوغوزمون تلعثم فاش يكبر الواحد راه ما تيداوش ما تيكونوش العلاج دونك ابارتيغ ديال 30 عام اولا 27 28 29 30 راه ما تيكون العلاج صعيب بزاف فريمون هذا شي حيد صعيب صافي وما تيكونش غير المشكل في التلعثم تيولي حتى سبب نفسي دونك سبب نفسي يعني تيقول انا غادي نخرج حدا هي مثلا غنمشي للبيسري نشري شي حاجه باش نهضر غادي ناخذ وقت دونك داك مول البيسري شنو تيدير المجتمع ديالنا خايب شنو بغيتي تلقى القول ديال راسك هادشي ماشي غير مول بيسر باش منظلموش هادشي عافاكم نوعيو حتى لي زيكول المعلمات عافاكم من هاد المكبر تلاقي هادشي كنسمعو شاك جو في الكابيني من هاد المنبر تنقول المعلمات الله يعطيكم الصبر الوليدات اللي عندهم تلعثم ما تظلموهمش يحاولوا عليهم يصبروا عليهم في الهضره يعاونوهم الا ما الا توقف الهضره باش ما يضحكوش عليه صحابو اللي ما يمكنناش نكونتروليوهم عافاكم ما تزيدوش تكملوا عليهم بهذا الدعم لانه هو ديجا عنده تلعثم ولا ستي قلتي له طلق راسك ولا شي حاجه وقدام الوليدات يبداو يضحكوا عليه راه كتزيدوا تاثروهم نفسانيا. شنو هادي عافاك؟ كرة برافو عليك أسامة. هادي مطيشة برافو عليك. هادي فريز تخي بيان. هادي أسمي شنو سميتها؟ حلزون حلزون ما كتاكلهاش ما كتعجبكش؟ لا دارك وخسر واخا هذا شنو؟ حليب واخا شنو هذا؟ دارين برافو عليك واخا نشوفوا هذا تعرفوا تيتك هذا تيتكنا الا خصنا غير تكنا القنفود تعرفوا هذا هرسان هذا بوت برافو هذا تران برافو ثلاثة بوصير برافو عليك حوايج برافو عليك شنو هادي تفاحه لا ماشي تفاحه شوف مزيان واخا ما عرفتش واحد القضيه سمعني قطعتك هكا استاذه كاين واحد تنشوف الاسره المغربيه مثلا تيجيو يقريو الدري كتقول له مثلا شنو هادي تيقول لك مثلا بحال دابا تفاحه تيبقى يقول له تو واش هاد القضيه مزيانه شنو تيبدا له كيبقى يبدا له باش يكمل
شوف بالنسبه لي زيماج خصو هو يعرفها ايديتيفتيها وبيان سور ماشي بضروري يعني باللغه الفصحى ديالنا دونك الدارجه تفاحه بنانه فهمتي مشماشه المهم غير يهضر المهم يهضر وماشي ضروري تبداولو ماشي ضروري باغسكو نورمالمون خصو يعرفها الا ما عرفهاش غنحيدها ومن بعد غادي ناخذ بحال دابا داك التصويره وغادي نوريها لولدي وغادي نقول له هذه بحال دابا تفاحه انت باش يحفظها باش المره الجايه الا عاود تعطيتها له خصو يعرفها نورمالمون راسو واخا شنو هادي معزه هذا ادلاس لا ادلاس شنو سميتو ادلاس لا ادلاس ها هذا دونك باش نشير لواحد لو بوين باش نقول للناس بان اللغات بلوتو الشاشه اللي تاثروا على لي زونفون في هاد لاج شحال من وليت باش نعطيه لاكلاس يولي ايس كريم ايس كريم ايس كريم تنوريه الالوان تولي بحال دابا جرين ريد يلو تهضر معاك باللغه اللي كتفرج بها لان اللغه اللي اول حاجه حل عيني على لونجلي دونك هذا الشيء خصنا فريمون نحيدو لان لغه الام راه مهمه قبل من اي لغه يعني نكملو شنو هذا سنان دونك فوالا اسامه هنا قال لنا سنان سي فغي راه عنده علاقه بالسنان تيحكو فوالا دونك هو عطانا الشعر بان الدونتيفريس هو راه مرتبط بالسنان وانهم تنحكو به السنان سي تري بيان دونك هنا وسائل الربط هما اللي ضعاف شويه خصنا نقويوهم باغ لا سويت تري بيان دونك فوالا تبارك الله عليك اسامه برافو عليك برافو عليك وشكرا للاستاذة مرحبا بك بليزير بالنسبة اللي بغا يجي لعندك يعني العنوان ديال الشارع على بن عبد الله الإقامة الوطنية دونك هنايا بلوس تعرفوا دكتور الفيلات الأنصاري راه معايا في ليمبل دونك أنا في سانتيا ميطاج الفيلة اللي كنا متبعين مع بالنسبة فوالا هو في ميطاج أنا في الإيطاج الخامس دونك مرحبا بهم مرحبا يبغى استشاره مرحبا به في التليفون يجي مرحبا بكم ما كاين حتى مشكل داك غنخلي للناس الرقم ديال التليفون ديالك وبلاصه فين جيتي وشكرا لك بزاف على لي زانفورماسيون اللي عطيتينا شكرا مرحبا بليزير مرحبا مرحبا بليزير